فيلم ذا كوربس اوف انا فريتز. في بداية الفيلم المرعبة بنشوف جثة بتتنقل على ثلاجة المستشفى عشان هتطلع تاني يوم على المشرحة، وبتطلع دي جثة الممثلة المشهورة أنا فريتز، وبتكون ماتت في الحمام في حفلة من حفلاتها، وبعد ما الممرض بينقلها بيقوم كاشف وشها ومصورها. بعدها بنشوف إيفان وجيفي راحوا يسألوا على صاحبهم الممرض في المستشفى، فبيطلع لهم باو اللي كان لسه بينقل الممثلة، وبيسألوه هما بيضحكوا لو كان معاه صورة تانية للممثلة أنا، وبيضحك بقى وبياخد الموضوع بهزار. المهم بيعزموه على حفلة رايحينها، لكن بيقول لهم إن شغله هيخلص كمان ساعة، فبيطلبوا منه يشوف لهم مكان يشربوا فيه لحد ما يخلص شغله، فبيوديهم في المكان اللي بيرموا فيه مخلفات المستشفى، فبيتضايق جيفي من المكان وبيسحب إزاز عشان يشرب، بس بيقول لهم باو إنه مش هيقدر يروح الحفلة لأن عنده شغل تاني يوم بدري، فبيتضايقوا منه وبيقولوا له يسيب الشغل ده طالما صعب ويشوف شغل تاني، لكن بيقول لهم إنه بيحب الشغل ده ومش هيسيبه، ما بيهتموش وبيشربوا في صحة الممثلة اللي مات، وبيسألوا إيفان إذا كان شاف باقي جسمها ولا لأ، بس جافي لما بيسمع كده بيقرف من الكلام. باو بيقول لهم إن جثتها هتفضل في ثلاجة المستشفى لحد تاني يوم. المهم بياخدهم باو بيقول لهم إنه هيوريهم الممثلة، وجافي ما بيبقاش مصدق وبيفتكروا بيهزر، لكن باو بيحذرهم لو حد شافهم يعملوا نفسهم تايهين، وبيدخلهم باو الأوضة وما بيبانش عليه انه بيهزر ولا حاجة. جافي بيكون قرفان وبيقول لهم انه هيخرج من الأوضة لحد ما يخلصوا، بس بيقنعوه يفضل معاهم. بيروحوا على الجثة، ولما بيكشف باو جسمها بيتخضوا لانهم بيتفاجئوا بجثة ست كبيرة، فبيفضل باو يضحك عليهم ويسخر منهم. بيروحوا بعدها على جثة الممثلة، ولما باو بيشيل الغطا بيقول لهم إيفان انها جميلة قوي وما يبانش عليها انها ميتة، وبيحط ايده على جسمها وبيقول لجافي يعمل زيه. بيبقى جافي متردد لكن بيعمل زيه وهو متضايق، وبيقول ان جسمها بارد، فبيتخنق منهم وبيقول لهم انه ماشي رايح الحفل، لكن ايفان بيفضل في مكانه، فبيضطر جافي يستنى، وبيفضلوا يشربوا وبيعمل نفسهم لحد ما بيسكروا. والمفاجاه هنا ان ايفان بيقول انه عايز يعمل علاقه معاها، فبيتفاجئ جافي وبيتخانق معاه لانه اكيد سكران، وبيبقى عايز يمشي، بس بيقنعه باو انه يستنى في غرفه الانتظار. ولما بيدخلوا الاوضه بيفضل باو يتفرج على ايفان. بيبقى جافي مش مصدق انهم بيعملوا كده مع واحده ميته، وبيقول عليهم انهم اكيد ناس مريضه. وبعد ما بيخلص ايفان وبيدخل الاوضه، باو هو التاني بيطلع عشان يعمل زي ايفان، لكن لما بيقرب من الممثله بنتفاجئ انها فتحت عينيها وبيبقى المنظر مرعب، فبيتخض باو وبيبعد عنها بسرعه. ولما اصحابه بيدخلوا عشان يشوفوا اللي بيحصل بيتفاجئوا ان الممثله لسه عايشه، بص عليهم كمان فبيترعبوا، بس ما بتكونش قادرة تتحرك وبتفضل تبكي. فجافي بيروح لها وبيقول لها تهدى، بيقول لهم يروحوا يجيبوا لها مية، بس ما حدش فيهم بيتحرك، فبيروح هو بسرعة يجيب لها مية. ولما بيرجع بيسألهم هيعملوا ايه في المصيبة دي، وبيقترح انهم يكلموا الدكتور، لكن ايفان ما بيرضاش وبيسأل باو هل الممثلة شافته وهو بيقرب منها ولا ما كانتش لسه في وعيها، لكن باو بيبقى متأكد انها شافته، وبيروح جافي عشان يغطيها، فبيمسكوا ايفان وبيقول له انهم لازم يفكروا هيعملوا ايه. وفجأة بيسمعوا صوت واحد داخل عليهم، فبيتحركوا بسرعة عشان يستخبوا. جافي بيكون رأيه انهم يستنوا ويعترفوا باللي حصل وخلاص، بس ايفان ما بيرضاش طبعا بالرأي ده، وبيغطي وشها بسرعة وبيستخبوا. ولما بيدخل ممرض التاني ومعاه جثة، بتحاول انا تشيل الغطا من على وشها عشان يشوفها، بس لسوء الحظ ما بيشوفهاش. ولما بيطلع الممرض بيروح لها جافي عشان يهديها، بس بياخدوا ايفان لأوضة تانية وبيفضلوا يتكلموا بعيد هما التلاتة. باو وإيفان بيبقوا خايفين من اللي ممكن يحصل لو حد عرف حاجة عن اللي عملوه، وخصوصا انها مشهورة والإعلام والصحافة ما هيصدقوا ينشروا الخبر ده، لكن جافي بيحاول يقنعه انها ما شافتش هم عملوا ايه فيها، بس بيأكد له باو انها كانت مفتحة وشايفة هو بيعمل ايه. وبناء على كده إيفان بيقول لهم انها اكيد هتتكلم وهتفضحهم، بس جافي بيكون عايز يساعدها وكانت صعبان عليه ومش فارقة معاه اصحابه. وبيقول لهم إيفان إن الناس كلها كده كده فاكرها ميتة، فمش هيحصل حاجة لو موتوها، لكن جافي ما بيقتنعش بكلامه وبيرفض الفكرة، وبيروح بسرعة عشان ياخد الممثلة ويطلعها بره، لكن بيروح إيفان بسرعة وبيوقفه، وبيقول له لو عملت كده هتدخلنا السجن. وفي الوقت ده أنا بتتكلم وبتترجاهم يسيبوها وهي مش هتتكلم، بيصدقها جافي وبيبقى رايح يطلعها، بس بيتفاجئوا إنهم مش هيعرفوا يطلعوها لأن الباب مقفول عليهم وباو نسي مفاتيح الأوضة بره، فبيبدأ إيفان وجافي يتخانقوا، بيفضلوا يضربوا بعض لحد ما جافي بيغمى عليه وبتبقى حالته صعبة جدا، وبيروح باو عشان يطمن عليه، لحسن الحظ بيلاقيه عايش بس للأسف نزف دم كتير، فبيحس إيفان إنه عمل مصيبة وبيفضل يعتذر عن اللي عمله، وبيقول إنهم لازم يطلعوا من المستشفى قبل ما حد يشوفه، فبياخدوه بسرعة وبيجروا يدخلوا الأوضة التانية وبياخدوا الممثلة معاهم. وبيروح إيفان يفهم جافي إنه ما ينفعش يقول حاجة للشرطة من اللي حصل، وبيفضل يفهمه هو المفروض يقول إيه، وبيروحوا بعدها بسرعة عشان ينظفوا وراهم عشان لو حد دخل في أي وقت. في الوقت ده جافي بيفوق وبيقول لأنا إنه هيلاقي طريقة يخرجها بيها، بس أنا بتنصحه ما يتحركش عشان لو اتحرك هيموت،
ولما بيدخلوا الأوضة بتقول لهم أنا إن صاحبهم حالته خطيرة جدا ولو سابوه أكتر من كده هيموت، لكن ما بيهتموش بكلامها وبيقولوا لها تسكت. فجأة الممرض التاني بيدخل الأوضة وبيطلع باو بسرعة وبيقول له إن زميله قفل عليه الباب الغلط أثناء ما كان بيدخل جثة الممثلة. بيحاول باو يمثل إن مفيش حاجة وبيحاول يطلع الممرض بسرعة قبل ما يكشف اللي بيحصل، وفعلا الممرض بيخرج. ولما باو بيدخل عليهم بيلاقي إن إيفان بيحاول يصحي جيفي لكنه للأسف خلاص بيبقى مات. بيفضل باو يبكي وإيفان بيحاول يهديه وبيقول له إنهم كده كده لو كانوا نزلوا ما كانش هيعيش لأن حالته كانت صعبة جدا. طبعا بعد اللي بيحصل ده كله بينهار باو وبيقول له إنهم هيقضوا طول حياتهم في السجن، بس إيفان بيطمنه وبيقول له محدش هيعرف حاجة وإنه هيحاول يداري الجثتين، بس أنا بتقول لهم إنهم مش مضطرين يقتلوها وإنها مش هتقول لحد على اللي حصل. بيحس إيفان إن باو ممكن يقتنع بكلامها فبياخده بسرعة بره وبيحاول يحسسه بخطورة اللي هم فيه، فبيقول له إن موقفهم صعب ولو حد عرف حاجة هيتسجنوا طول عمرهم. وبيقرروا إنهم هيرموا جثة جيفي في الزبالة وهينزلوا من سلم الطوارئ. وفي الوقت ده بتحاول أنا تتحرك لحد ما بتقع وبتروح تفتش في جيوب جيفي لحد ما بتلاقي تليفون، بس فجأة بيدخلوا عليها وبيشوفوا في إيديها التليفون. بيتوتروا وبياخدوه منها بسرعة، بس بتقول لهم إنها خلاص اتصلت بوالدها وقالت له إنها فائت، فبيفتكروا إن الموضوع خلص وبكده ما ينفعش يموتوها. بيطلعوها بره بس بيتفاجئوا إن التليفون بيرن، ولما بيردوا بيعرفوا من اللي بيتصل إن المكالمة اللي قبلها ما كملتش وبيفهموا إن ده مش والدها وكانت بتقول لهم كده عشان يسيبوها. فبيتعصب إيفان وبيضربها وبيقول لباو يربطها في السرير لحد ما يروح يجيب صندوق الزبالة عشان يحط فيه جافي. ولما بيروح إيفان بيلاقي الممرضين واقفين هناك فبيستناهم لحد ما بيمشوا عشان محدش يشوفه وهو بياخد صندوق الزبالة. في الوقت ده بيجيب باو بلاستر وبيحاول يربط أنا، بس بتفضل تستعطفه وبتقول له ما يسمعش كلام إيفان عشان هيوديه السجن وإنها مش هتقول لحد عليه لأنها أصلا عايشة لحد دلوقتي بسببه. وبتحذره من إيفان لأن هو اللي قتل جيفي قدامها، لكن بيتصدم وبيقرر ما يصدقهاش وبيكتم بقها بالبلاستر. ولما بيطلع عشان ينظف الدم في الأوضة بتحاول أنا تفك نفسها وفعلا بتفك رجلها، بس ما بتقدرش تمشي وبتنزل على الأرض وبتفضل تزحف بسرعة عشان تستخبى قبل ما حد يشوفها. ولما بيرجع إيفان ما بيلاقيهاش فبسرعة بيروح يتعصب على باو وبيقول له يدور عليها. ساعتها بتكون أنا مكملة زحف لحد ما بتوصل للمصعد وبتحس أخيرا إنها في أمان، بس بتتفاجئ إن إيفان مسك رجلها وفتح باب المصعد وشدها لحد ما دخلها الأوضة. ولما باو بيرجع لإيفان بيسأله هل هو فعلا قتل جيفي زي ما أنا بتقول له ولا لا، بس إيفان بيتعصب وبيقول له إنها أكيد قالت كده عشان توقع بينهم. بيدخلوا الأوضة كلهم وإيفان بيكون خلاص مقرر إنه هيقتلها، بس باو بيكون خايف لكن في النهاية بيجيبوا ملاية وبيكتموا نفسها فبتموت. لحسن الحظ أنا في الحقيقة بتكون ما ماتتش وأغمى عليها، بس بيقوموا بعدها حاطين جثة جيفي في الزبالة وبيروح إيفان ينزل الصندوق. في الوقت ده بيكون باو نظف جسم أنا من بصماتهم وغطاها بالملاية وبيكون لسه هيمشي، بس بيتفاجئ لما بيسمعها بتكح فبيروح وهو خايف يقول لها تعمل نفسها ميتة عشان إيفان ما يجيش يقتلها. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا عشان ينزلوا من المصعد، بس إيفان بيبقى نسي كارت المصعد في الأوضة فبيرجع عشان يجيبه. بيحاول باو يمنعه من الرجوع بس إيفان بيدخل الأوضة وبيكتشف إن أنا لسه ما ماتتش وإن باو ده كله بيضحك عليه، فبيهجم إيفان على باو وبيفضل يضربه ضربات قوية، بس أنا بتيجي من وراه وبتضربه بالسكينة كذا ضربة لحد ما بتموته. بيقوم باو بيفضل يبكي وبيعتذر لها عشان رجعوا الأوضة تاني، بس أنا بتفضل تبص له وتسمعه وفي النهاية ما بتسامحوش على اللي هو عمله فيها من الأول وبتقتله هو كمان. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد. سلام يا صديقي.